صباح الخير. كلنا بنعرف انه الاطفال تحب تطلع برا وتتغبر وتتعلم كيف تركب البسكليت، لكن في جانب ثاني عم بحكي عنه وجانب الجمال الخارجي اللي مش دائما بتسلط الضوء عليه، لكن الشخص الاول اللي سلط الضوء على هذا الموضوع بالاردن هلا رح اتعرف عليه وخلينا نكتشف شو المحل هذا. صباح الخير آلاء، اول شيء مبروك المحل. الله يبارك فيك. كيف حالك اليوم؟ تمام الحمد لله. بدي اسالك شو الاعمار اللي بتستقبلوها بالمحل؟ نحن بناخذ من سنتين ل 18 سنه اللي هم نعتبره عمر الاطفال، يعني صبايا ببلشوا من عمر 12 ل 18 والاصغار من عمر سنتين ل 12 سنه. 12 سنه. حلو. طيب بس للبنات؟ بس ما بتستقبلوا اولاد صغار شيء؟ لا نحن للبنات. اوكي. بدي اسالك كمان شو الاشياء اللي بتعملوها بالمحل؟ يعني انا سمعت من شريكتك، اكتشفت انه في شريكه بالمحل كمان. اختك مزبوط. بتعملوا ايفنتس شيء بالمحل؟ هلا نحن بنقدم اول شيء الخدمات العاديه تبعت السبا اللي هي المانيكير باديكير قص وسشوار وصبغه، نعمل تاتو، هاي الاشياء الرئيسيه طول الايام. يعني في عندنا بناخذ الايفنتس، مثلا نعمل بيرثدي سليبريشن حسب شو البنت، اعياد الميلاد بنحتفل فيهم، بنحجز لها من سبا كامل، بتجيب صحباتها بتقضي يوم كامل هي وصحباتها، بتحتفل بالمناسبه اللي لها. يعني حلو كفكره هديه لبنوته صغيره تاخذي لها هيك مناكير وسشوار. يعني هاي اشياء رئيسيه للبنات من وقت ما ينولدوا، هم بحبوا هاي الشغله. اكيد. لا اكتشفت في غرفه صغيره للتصوير جوا هون، تحولوهم لاميرات. مزبوط. حلو كثير. هي بتلبس اللبس اللي بدها اياه، بنعملها شعرها زي ما هي حابه، بنحولها لبرنسس عشان تحس يعني باخر الرحله اللي عم تعملها بالسبا. بعد ما تعمل كل شيء عم بتحبه تاخذ صور عشان تضلها متذكره شو عملت بهداك اليوم، خصوصا اذا كان في احتفال اصلا، يعني اذا كانت عم تحتفل بعيد ميلادها، عم تحتفل مناسبه خاصه لها. يعني حلو كثير. احنا لما كنا صغار كنا نحضر الاميرات بافلام الكرتون. نحن عم نحقق. احنا عم بقول نيالهم صغار. نحن عم نحقق الحلم. حلو كثير. كمان بدي أسألك الفكرة من وين اجتك؟ من بلاد برا؟ من ملاحظتك للصبايا أو البنوتات الصغار اللي تروح مع أمهاتها على الصالونات؟ شو كيف اجاك هذا الإيحاء؟ هلا يعني أنا بنتبه دائما إنه البنات كثير بحبوا أشياء أمهاتهم، وشفت هاي الفكرة دورت عليها ناجحة برا، فقلت أصلا نحن هلا صرنا بالأردن، يعني البنات كثير بيهتموا بهاي الشغلات. مزبوط. والأمهات كمان بيهتموا إنه البنات يعملوا الشغلات هاي. مزبوط. ما بيحرموهم. مزبوط. فبياخذوهم معاهم على صالوناتهم، فنحن بدل ما ناخذهم على صالونات الكبار تروح تشوف الأشياء اللي ما لازم هلا بهذا العمر تشوفهم، يعني مثلا حديث الكبار تتعامل معهم، لا نحن بنعملهم هذا المكان اللي تعمل الشغلات اللي بتحبها بس بنفس الوقت بجوها ما تحس حالها غريبة. طبعا لأنه ما تحس إنه أنا بجو كبار. بالضبط. عرفتي؟ فهمت عليك. وتشوف اللي بعمرها، ودائما البنات بهذا العمر بحبوا يحسوا الإشي اللي لهم دائما. حلو. يعني جوهم اللي حواليهم نفس أعمارهم هيك بيكونوا مبسوطين أكثر. طب بالنسبة للمنتجات ألاء، حكيتي عن الصبغ، حكيتي عن المناكير، شو المنتجات اللي بتستخدموها؟ هل هم نفس المنتجات اللي تستخدم للكبار ولا في إشي مخصص للصغار؟ طبعا مخصص للصغار. مخصص. كل البرودكتس اللي عم نستعملها يعني الكيميكال فيها قليل. في اشياء الصبغات لازم تكون فري امونيا. في الماب ما بتضلها لوقت طويل لانه في كثير امهات تنغسل. ما بحبوا البنتهم تصبغ شعرها على وهي صغيره. صح. بس البنت بتحب انها تقلد امها او تقلد صاحبتها الكبيره كذا، تقلد الباربي. بالضبط. تقلد انه تغير لون شعرها. فنحن بنستعمل هاي البرودكت اللي بتضلها لفتره معينه وبتروح بدون ما تخرب. كل الالوان. بالضبط. ممتاز. حلو كثير. حتى المناكير كل البرودكت اللي بنستعملها هي خصوص الاطفال. حلو. وكمان شريكتك اختك حكت لي انه المناكير اللي بتستخدموه بنشف على السريع. بالضبط. لانه خصوصا العمر الصغير لسنتين ثلاثه بتحط مناكير، بس اذا تحركت وخرب هي رح تتضايق، رح تصير شايفته. لا نحن مستعملين الشيء اللي بينشف بسرعه، يعني ما بتلحق تعمل الاطفال، هذا الثاني بيكون ناشف. طيب شو بتحكي للأمهات أو الناس اللي مش 100% مع فكرة إنه الصبايا أو البنوتات الصغار بهذا العمر يروحوا للصالون ويعملوا هالأشياء؟ هلأ نحن صارت يعني هذا إشي واقعي، إنه البنت الصغيرة بتنولد بتحب الأشياء البناتية، فنحن لازم يعني
اول شيء نهتم باهتماماتهم، ما نحسسهم انه هذا الشيء اللي عم بيعملوه غلط. صح. بنفس الوقت هذا كلتشر صار عندنا يعني بالبلد، انه البنت صار بنت وهي صغيره تهتم بحالها، مش انه صارت بالضبط بنت وهي صغيره انه بتهتم بحالها. حتى الام صارت تهتم انه بنتها تكون لابسه لبسه حلوه، شكلها حلو هيك. صح. يعني حلو كمان اللبلس الصغير، الإشي البسيط اللي بتحطه البنت الصغيرة، يعني كل تحس حالها ملكة جمال. بالضبط، هي لو حطت شغلة كتير مهم إنه البنت تحس حالها واثقة من حالها، تحس حالها حلوة من هي صغيرة. بالضبط. هلأ كتير بيهتموا وبتطلعوا لبعض، يعني حتى البنات الصغار كتير بتطلعوا لبعض، كل شيء بتعمله صاحبتي لازم أعمل زيه. فإحنا ليش ما نعملهم هاي الشغلات اللي هم يعني هم بيعملوها، يعني هم بيحبوها اصلا. يعني نعملهم اياها ببراءتهم. بالضبط، نعملهم اياها ببراءه، نحسسهم هذا مكانهم اصلا. حلو كثير. ثانك يو كثير لك الاء. وبدنا ناخذ لفه نشوف شو الصبايا الصغار عم بتسوي. اكيد. كيف حالك كنزي؟ الحمد لله. شو عم تسوي؟ عم بمنكر. عم بتمنكري اجريكي؟ بتحبي تمنكري اجريكي؟ اول مره بتيجي هون؟ لا، كل عطله اسبوع. كل عطله اسبوع، يعني هيك البريك تبعك بتكوني هون. حلو كثير. طب ايش حبيتي اكثر شيء من الشغلات اللي جربتيها؟ اعمل شعري. شعرك؟ ليه؟ ايش تحبي تعملي فيه؟ تملسيه زي هيك زي اليوم؟ والجدايل كمان، فرجي الجدايل. كتير حلوين شعراتك اليوم. شكرا. طب ايش في اشي ما جربتي هون وحابه تجربي؟ اعمل تاتو. تاتو بالحنة؟ حلو كتير، حلو كتير. انا بدي اعمل تاتو كمان. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم من هيا ليتل ليدي سبا. بنشوفكم المرة الجاية.